وتأمل هذه الصورة التي رسمتها أرق الكلمات وأكثرها شفافية، وهي تصور أبعاد أشواق الحب. حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب وهذا إذا حضر. يوسف، هل تفكر في شيء؟ لا لا، أراك ذهبت ببصرك بعيدا. لا شيء لا شيء. لقد بحثت عن نعمة في كل مكان فلم أجدها. لقد ذهبت بعيدا، أنا لم أعد أفكر في أحد. يراعي استرع استرع هنا استرع. تستطيعين أن تذهبي لتستريحي؟ قال لي عمي أن أبقى بجانبه، لقد أنقذ حياته. دعها يا سيدي الطبيب، ما دامت تريد ذلك. إني أتذكر هذا الصوت. هذا الوجه، هذا الوجه أعرفه جيدا، ليس غريبا عني. إنه يوسف، يوسف ابن عمي سليمان، لقد أصيب أثناء حصار دمياط. يوسف يوسف يوسف، أيها الطبيب أيها الطبيب، خذني من هنا، لا أريد أن أقيم هنا. ماذا لهذا؟ إنها قسوة منكم. نعم قسوة منكم أن تجعلوني أعيش مع مضي الكريه تحت سقف واحد. أرجوك أرجوك خذني من هنا، خذوني من هنا. أنزي بي أيها الطبيب، أنزي به. تعال يا ماذا يعني هذا؟ ماذا حدث؟ هل أعدت إلى نفسه ذكريات ألمت؟ لا ذنب لي في هذا يا نعمة، لا ذنب لي. نعمة، هذا الرجل عذب يوسف كثيرا عندما كان أسيرا عندهم في معسكر الفرنج. بعث إلي لألقاك. لأني لا أريد أن يراني أحد من الملوك الذين حضروا ليشهدوا دخولك بيت المقدس. حسن، احرص الطريق يا خالد، فلا أريد أن يقترب منا أحد. سمع وطاع. لم يوافق الملك الكامل؟ نعم، رفض أن تدخل القدس طالما كان يحارب قومك على أرض مصر. أحسنت أن بعثت إلي لألقاك هنا، فلا ينبغي أن يعرف أحد هذا. لن أيأس من تحقيق ما أردت
وما دعوت إليه كل ملوك أوروبا ليشهدوا. نعم، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ دون أن يعلم أحد، مهد لي الطريق لأرحل إلى مصر هذه الليلة لمقابلة الملك الكامل، وابعث في طلب أسماء لتحضر إلى القاهرة. سمعا وطاعة أيها الإمبراطور. من جاءنا يا سعدون؟ أنا خالد يا أسماء. مرحبا بك يا خالد، تفضل. أمرت أن أعطيك هذه الرسالة يا أسماء. خالد، اذهب إلى زهير واطلب منه أن يحضر لنرى ماذا سنفعل. إن شاء الله، بإذنك. تفضل. أمير الجيش، أريد أن أعرف أين تقف قواتنا بالنسبة لمواقع العدو. عند شرساحة شمال شربين يقف 2000 من الفرسان و5000 من العربان، وعند المنزلة الجديدة يقف 40,000 فارس وأمامهم 100 سفينة. وأين رجال الحاج سليمان؟ الحاج سليمان يتكتم أنباءهم ولا يصرح لأحد بشيء عن أمرهم. نريد أن نعرف يا حاج، فنحن شركاؤك في الأمر، أين يقفون وماذا عندهم من السلاح والعتاد وكم عددهم؟ معنا جودان، واحد لي والآخر لأحمد ليو، ومعنا 1000 فارس و1000 معول وعدد لا يحصى من المقاطف. ألا يوجد عندكم سيوف أو رماح؟ لا نحتاج إلى شيء أكثر مما ذكرت. وأين يقفون؟ لا أحد يعلم مكانهم، لأنهم يتحركون بين لحظة وأخرى من مكان إلى مكان. ألا تعرف أين يقفون يا حاج؟ يا حاج سليمان، نحن نريد أن نوفر لكم الحماية لأنك رفضت أن تحمل سلاحا. ستسمع في اللحظة الحاسمة نداء الله أكبر، تطلقه 1000 حنجرة وسيدلك الصوت على مكانهم. يكفيك هذا، دعوه وشأنه. ما أريد أن أعرفه الآن، متى نبدأ العمل؟ لقد قررنا ألا يذوق عدونا طعم النوم بعد هذه الليلة. ولماذا أجلس هنا إذا كان هذا هو الموعد؟ إلى أين تريد أن تذهب يا حاج؟ سأكون وسط رجالي الذين لا يعرف لهم أحد مكانا. الملك حنى يا مولاي. فتشه جيدا وأذن له. إنه ملك يا مولاي. ولو كان الإمبراطور، فتشه جيدا. بإذنك يا مولاي. انتظر يا حاج سليمان حتى نرى ماذا يريد هذا الرجل. لم تجر هذا بأن يفتش الملوك أيها الملك وقد عودتنا كرم الضيافة. لقد فعلنا ذلك لأن قائدكم الأعلى بيلادوس قد عار لحيته وثوبه وجلده لرجل أرسله لقتلنا بخنجر مسموم. لم يستشرني في هذا. لقد ارتد الخنجر المسموم إلى صدر صاحبه. هل قتل بطرا؟ ألم تقل إنه لم يستشرك؟ والآن تحدث بما جئت من أجله. أتمنى عندما تنتهي هذه الحرب أن تتعلموا أن الإنسان قيمة ومبدأ. قل ماذا تريد. جئت أعرض الخروج من دمياط
وانسحاب جنودنا من الديار المصرية. هل تطلبون شيئا ثمنا لذلك؟ أنت تعرف ما نريد. لكن هؤلاء لا يعرفون، وهم شركاء في الرأي، فالأمر شورى بيننا. قل ماذا تريد؟ نريد بيت المقدس. مولاي، دمياط لا تريدهم أن يخرجوا منها باختيارهم إذا كان هذا هو الثمن، لأننا لا نساوم على القدس ولو أعطينا الدنيا كلها. ماذا تطلبون أيضا غير القدس؟ نريد الكرك والشوبك، وسنترك لكم عسقلان وجبلة. إنه يعطينا مدننا. ونريد أيضا كل الثغور التي استولى عليها عمك صلاح الدين، ما غدا ثغر اللاذقية سوف نتركه لكم. ونريد أيضا 500,000 دينار ذهبي لا تنقص درهما واحدا. ماذا ترون؟ الحاج سليمان قال كلمة دمياط، وكلمة مصر الآن هي كلمة دمياط. وأنت أمير جيش الشام، أترى نفس الرأي؟ نعم يا مولاي. هل يمكن أن تتنازل عن شيء مما تطلبون؟ لم آتي لأتنازل، إما أن تقبل شروطنا كلها أو ترفض كلها. نرفضها كلها. ينبغي لك أن تلوم إلا نفسك. تهدد ملك مصر؟ أتهدد ملك مصر وأنت في بيته؟ أخرج! قال لك أخرج! كنا نعتبره ضيفا عندنا، والآن تعرفون ما يجب عمله. ستحاصرونهم من جميع الجهات. الفرسان يرمونهم بالسهام، والجنود يرمونهم بالرماح. لا أريد أن يخرج واحد منهم حيا. والآن هيا إلى العمل. استطعت أن تفعل شيئا مما كنت تريد؟ إن 300,000 رجل يقفون الآن بين الطين والأوحال، قد أفسد الماء لهم كل شيء، طعامهم وشرابهم وثيابهم، واستحال عليهم الجلوس أو النوم. هذا مصنع، ماذا نصنع؟ لقد فاجأنا الملك الكامل بأمر لم نتوقعه أبدا. حاولت أن أجمع الجنود لأقوم بهجوم كبير عليه، ولكنهم لم يستطيعوا شيئا. الماء والبحر أخذ كل شيء. كل شيء. هيا بنا، هيا. هل ستقف هنا؟ إنهم يرمون كل من يتحرك بسهامهم، وجنودهم يحوطون بنا من كل مكان. وماذا في ذلك؟ هل يعني هذا أن ندع أحلامنا وآمالنا تغرق في هذا الطين دون أن نفعل شيئا؟ لنا ماذا نصنع؟ تريدون أن تلقوا على عاتقي كل شيء؟
أنت الذي أخذت على عاتقك كل شيء. هل يعني هذا أنني المسؤول عن هذه الهزيمة؟ لم تكن أنت الذي تأمر. حلّا إنك تظهر شماتتك بي، ولن أدع لك هذا أبدا. إنك تتمنى ألا يأتي النصر على يدي، كنت متأكدا من ذلك، وأنك ترجو الهزيمة لجنود الرب، وهذه خيانة لن أغفرها لك أبدا أبدا. هون على نفسك يا صاحب القداسة، حدثنا عما نفعل. ماذا نفعل؟ عما نفعل؟ ماذا؟ هل تتوقع مني أن أذهب إلى الملك الكامل لألقى تحت قدمي لأستجديه الصلح؟ لم يبق إلا هذا. لا، وستفعله شئت أم أبيت. لا 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 يا حنة، لا. هل نستطيع أن ندخل يا أحمد؟ لست في حاجة إلى إذن لتدخل يا حاج، تفضل. لماذا تركتني أقف وحدي وعدت؟ لأنني لم أستطع أن أرى نهاية ما حدث. لقد أدى ولدك واجبه، على خير ما يؤدي الأبطال واجبهم، ومن حقنا أن نفخر به. نعم يا حاج، عندما تطوع ليضرب الفأس الأخيرة في السد الترابي كنت متأكدا أنه لن أعود. يا عمي، لقد ذهب شهيدا في سبيل ربه ودينه. نعم يا ولدي، لقد قال لي ذلك وحدثني عن مكانة الشهداء عند ربهم. هل تحفظ هذه الآية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إن هذا له أفضل من كل ما طلعت عليه الشمس. قل لي يا حاج، هل يمكن أن نلحق به حتى ندرك هذه الغاية؟ فالله يختار شهداء من الذين خصهم بفضله وكرمه، ولا يدرك هذا إلا من رضي ربه عنه وكان عنده مقبولا. نال عبد الله ولدي هذا الفضل وهذا القبول. الحمد لله الحمد لله. أحمد، ألا تتقدم معي لترى أهل البغي وهم يتقلبون في الوحل والطين؟ أدخل.
أراك استيقظت؟ أنا لم أنم حتى أستيقظ. لماذا لم تنم؟ ما أكثر الأشياء التي تحول بيني وبين النوم. ألا تريد أن تخبرني عن هذه الأشياء التي تحول بينك وبين النوم؟ هل يوجد غير ذكرى ما صنعت ليوسف عندما كان أسيرا عندكم؟ نعم، توجد أشياء أخرى غيرها. طلب مني يوسف أن أستأذنك ليقدم إليك ويقول لك إنه نسي كل شيء. ما صنعته به لا يمكن أن ينسى. بعد أن عشت هنا معكم أدركت أني لم أكن إنسانا. نعم، لم أكن إنسانا. شكرا لك. لماذا لا تأكلها؟ هل تريد أن تحتفظ بها تذكرا؟ كأنك تقرأين ما أفكر فيه. كل هذه الثمرة وعندما تنهض بإذن الله سأعطيك ما يصلح لأن تحتفظ به تذكرا. هل تفعلين حقا؟ نعم، ما الذي يمنعني؟ أليس من حقك أن تحتفظ بذكرى ذلك اليوم الذي أنقذت فيه حياة ملك هذه الديار الذي تعقد عليه كل آمال أمة الإسلام؟ أتعنين هذا؟ نعم. شكرا لك. عمي أحمد، يا مرحبا يا مرحبا. لقد سألت عنك يا ابنتي فقالوا لي إنك هنا. أين يوسف؟ ذهب هو ونعمة لزيارة بدر وسوف يأتيان حالا. لقد جئت لك يا ابنتي. مرحبا مرحبا، اجلس يا عمي. الحمد لله، لقد كنا في عالم يرى في قولك لي يا عمه كبيرة من الكبائر. الحمد لله الذي أرانا عالما أفضل. هذا حق، هذا حق. لقد قال لي ولدي عبد الله إنه زارك هنا. نعم، لقد أرسل لك رسالة ورأيت من واجبي أن أسعى بها إليك. يا مرحبا، ولكن لماذا لم يأتي معك لأسمعها منه؟ ليس بيني وبينه إلا كل ود وحب، لماذا لم يأتي؟ ستعرفين السبب. لقد صلينا الفجر حيث كنا نقف على شاطئ النيل، وبعد أن فرغنا من الصلاة تحدث معي حديثا تمنيت لو كنت معنا لتسمعي. صدقيني يا ابنتي، صدقيني، أنا لم أعرف ولدي على حقيقته إلا في هذا اليوم. كان مشرق الوجه، كأنه يمضي إلى عروسه التي عاش عمره ينسج لها من أحلى أيامه ثوب الزفاف. قد أعطاني هذه الرسالة فقرأتها وجئت بها إليك لتقرأيها أنت أيضا. أبي، لقد أصررت على أن أضرب الفأس الأخيرة التي ستحدد بإذن الله من هم أصحابه وأحبابه الجديرون بحبه.
اليوم تقضي الفأس الأخيرة على أحلام الطغاة الجبارين في السيطرة على عالم الإنسان. لقد عشنا في ظلهم الكئيب قرونا، وكانت كل كلمة منهم أمرا ينفذ بالصياط على ظهورنا، وكل كلمة بالحق منا تقود إلى المشنقة. كنا عبيدا لهم ولأرضهم ولأبنائهم ولحيواناتهم. أبي، إننا أسعد الناس لأننا رأينا عالما آخر يؤمن بالإنسان وبحريته وما ينبغي أن يتحقق له من عدل وكرامة. اليوم يعلم الجميع أن الإنسان لا يكون إنسانا بالغاية التي ورثها، ولكن بما يحمله قلبه وعقله من حب للعدل والحق والإنسان، وبما تحققه إرادته الحرة من عمل للعدل والحق والحرية. قد أموت، بل إنني سأموت حتما. ولكن الأمر المؤكد أن حبها سيظل في قلبي. أبي، وصيتي أن تحدثها عما قمت به من عمل، وعن حبها الذي سيظل في قلبي حتى بعد أن أموت. أنت تعرفها، فلا حاجة بي لأن أخبرك من هي. ابنتي، أنا لم آتي إلى هنا لتذريف الدموع على ولدي الذي ذهب بعد أن أدى واجبه. إن أعداء الحياة والإنسان غرق الآن بعد ضربة فأسه الأخيرة. الطغاة الجبارين، لم أدرك ما في قلبه لي ولا للإنسانية. دمه في عنقي. لماذا يا ربي، لماذا يا ربي جعلت هواي ألما وعذابا لمن أحبوني؟ ابنتي، لقد كان هذا يومه عند الله، ذهب إليه بإرادتي، ذهب إليه باسم الثغر مشرق الوجه، لأن حبك سيظل حيا في قلبي بإذنك يا ابنتي. شكرا لك يا عم، شكرا لك. إني ذاهب بعد أن أديت وصية ولدي عبد الله. انظر ماذا جاءنا.
لم يبقى ما ننتظره. أبو القاسم يطلب منا القدوم إلى القاهرة. نعم، سنذهب إلى بيت خالي سليمان. ماذا تنتظر؟ لقد أعددت كل شيء. سأحمل أمي على كاهلي لأني لا أستطيع أن أتركها. زهير، ماذا تنتظر؟ كأني في حلم. أفق من حلمك الآن لنحققه معا. عبدة، عبدة، ما هذا؟ لا تبحث عني؟ إن حبنا ليس حبا طيبا، إنه هوى النفس الأمارة بالسوء، أصبح مصدر ألم وعذاب لغيرنا. لم أعد أحتمله. وداعا، ما معنى هذا؟ أين تمضي وليس لها هنا أحد تذهب إليه؟ عفوا يا نعمة، سأذهب للبحث عنها. مرحبا بك في مصر يا ابنتي. شكرا يا مولاي. ما الذي جاء بك مع أخيك وتاجر البندقية هذا الذي لا نعرفه؟ هل تخفون علي أمرا؟ إن تاجر البندقية هذا المزعوم هو صديقك الإمبراطور فريدريك الثاني. فريدريك؟ ولماذا التخفي إذن؟ مولاي، إنه حريص على كتمان أمره مخافة شماتة أعدائه. سلي، لبيك مولاي. إذا لتاجر البندقية هو أبي القاسم. سمعا وطاعة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، مرحبا بك أيها التاجر العظيم. لم أرى في حياتي تاجرا عظيما. هل رأيته أنت؟ إني أراه أمامي الآن. تفضلوا، تفضلوا بالجلوس. قبل أن أجلس أود أن أقول لصديقي إن ملوك أوروبا الذين حضروا والذين لم يحضروا ينتظرون دخولي بيت المقدس رافعا أغصان المحبة والسلام لكم وللناس جميعا. من تقاليدنا التي نحترمها جدا ألا نسمح لضيفنا بأن يتحدث في أي أمر قبل انقضاء مدة ضيافته. والملوك الذين ينتظرون؟ ندعهم ينتظرون ولا نخالف تقاليدنا أبدا. ألا تعرف هذا يا أبا القاسم؟ قلت الحق يا مولاي. تفضلوا، تفضلوا بالجلوس. وهل تستمر الضيافة 40 يوما؟ لا، كان ذلك في الماضي، أما الآن فهي 3 أيام فقط. ألا يستحق السلام أن ينتظره الملوك 3 أيام؟ يستحق ما هو أكثر من ذلك يا مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. صديقي تاجر البندقية العظيم. لا أظن أنني أجهله بعد أن رأيته في صقلية. أحضر له الخطاب الذي جاءنا من أخي الأشرف عيسى. أمرك يا مولاي. أخوك اسمه الأشرف عيسى؟ نعم، وأخي الآخر اسمه المعظم موسى. الإيمان بكل أنبياء الله جزء لا يتجزأ من عقيدتنا. فاتك أن تذكري لي هذه الحقيقة الهامة. عفوا، ظننت أنك تعرفها. الرسالة يا مولاي. تفضل. إني أعرف صاحب هذا الخط. ماذا أرى؟ أيحرضون أخاك على قتله؟ بعث بها أخي وطلب مني أن أقول رأيي، فقلت له إننا لسنا قطاع طرق أو مفسدين في الأرض
حتى نقتل إنسانا بغير حق. شكرا لك أيها الملك الصديق. فخر الدين، لبيك يا مولاي. سترافق صديقنا ما بقي في ضيافتنا، سينزل بالجناح الخاص في قصر الضيافة، وإذا رغب أن يحضر اجتماعي مع ملوك الفرنج غدا بعد العصر فليحضر. هل سيحضرون إليك؟ نعم. وماذا يريدون؟ سنسمع منهم ماذا يريدون، لأني لم أعرفه بعد.